مع تليفون او عبر زوم من ملجا الاسبانيه كابتن بريدريج بريكي المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق سياتل ساوندرز. مستر بريكي، بدايه انا مبسوط جدا بوجودك معنا. I'm pleased to be here. Thank you أنا for سعيد جدا inviting أن me to أكون your معكم، show. شكرا على استضافتي I'm في excited to talk البرنامج about ومتحمس the World لي Cup with you أن guys. أتحدث معكم عن بطولة كأس العالم للأندية. كيف ترى فكرة المشاركة في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ نادي سياتل ساوندرز؟ Well, it's a very exciting tournament, obviously. هذه منافسة مثيرة جدا للاهتمام وهذا واضح. Obviously, the most successful team on each continent. الفريق الأنجح في كل قارة يذهب للمشاركة في هذه البطولة. We expect the difficult نحن match نتوقع مباراة صعبة، is it against Oakland or Al Ahly? سواء We're not إذا sure. كانت ضد أوكلاند أو At the الأهلي. moment we are here in Spain نحن in في إسبانيا we haven't played in months. نستعد، لم So نلعب it's منذ going to be a 3 أشهر. challenge for us, but سيكون we're الأمر not صعب using any بالنسبة لنا، excuses ولكن ليس to be ذلك excited to be عذرا here. بالنسبة لنا. Excited نحن to show the world متحمسون that we can play ومتحمسون لأن football. نظهر للعالم And بأننا نحب كرة القدم hopefully ونلعب كرة the better القدم team wins بشكل in جيد، the first ونأمل game and أن نلتقي always بالفريق plays الأفضل better than his. في المباراة Obviously, الأولى. I would like to أنا play أود against أن ألعب a big club. ضد I نادي believe كبير. Al Ahly is a big club أنا with أعرف incredible و supporters.